إن شاء الله نتجاوز مرحلة أنه الموازنة فرصة للابتزاز السياسي أو فرصة أن نضع مصالح هذا الطرف أو ذاك. الموازنة موازنة لكل العراقيين، موازنة ينتظرها الشعب، تنتظرها المؤسسات. كل الملاحظات والمؤشرات السابقة على عملية إعداد الموازنة وإقرارها يفترض نغادرها، ونحن نتكلم عن إصلاحات حقيقية ومكافحة فساد وتوظيف الأموال بالاتجاه الذي يخدم المواطن، مو يخدم هذا الطرف السياسي أو ذيك الوزارة تابعة لهذا الطرف خزين حصتها في موازنات سابقة وصلت إلى حد مشروع لشركة لفلان بالوزارة الفلانية خلوا له تخصيص ويصير لعب بالجداول. وأنا أتحدث وأنا كنت عضو مجلس النواب وأشرنا، إن شاء الله هذه ماكو وما تكون هي هذا الدافع أنه لهذا التشويش على أصل الموازنة وفكرة الثلاث سنوات. ومثل ما ذكرت أنا كل عام راح أروح للبرلمان كحكومة أقول لهم يا ترى هاي الإيرادات مالها السنة، يعني 2023 إن شاء الله شهر 11 أنا هم راح أخذ أوراق وأروح للبرلمان أقول لهم ترى الإيرادات هلقيت، فريد نطي الوزارة هلقيت تخصيصات، المحافظة هلقيت تخصيصات، والقرار لكم، يعني مسألة طبيعية وواضحة ووضحناها للأخوة في اجتماعاتنا. إن شاء الله ماكو ضغوط، أكو حوارات وأكو تفهم من أغلب القوى السياسية والعملية تمضي بالشكل الصحيح. نتفق أنه جوهر الخلاف هو سياسي مو فني؟ شيء، يعني أنا للأمانة وجدت أنه هذه المخاوف السياسية والبعض ملاحظات لا كان تدري هي تجربة جديدة. طيب. فشرحناها بتفاصيلها. بعض الأخوة في اللجنة النيابية قالوا لي إحنا ما سامعين هذا الشيء فاكتب النياب بكتاب رسمي، قلت له واحد كتب كتاب رسمي ودزه توضيح لكم. طيب.